مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في البث المباشر الصباحي هنا من عاصمة الفضة مدينة تيزنيت. بطبيعة الحال دائما في اطار المواكبة ديالنا مجموعة من المدن المغربية، فمدينة تيزنيت كما كتشوفوا معنا اجواء مثيرة للغاية واجواء جميلة جدا في هذا الصباح على مستوى المدينة. كما تشوفوا في هذا الصباح المدينة مشمسة وجو رائع جدا في هذا الصباح على مستوى مدينة تيزنيت. بطبيعة الحال صباحة يوم السبت تزامنا مع نهاية الأسبوع، نحاولوا نشوفوا نحن وإياكم الأجواء العامة ديال المدينة. نشوفوا بطبيعة الحال يعني هذه المدينة الصغيرة ونكتشف نحن وإياكم كل ما يجري بالمدينة. فتحية صباحية عطرة لكل المتابعين الأوفياء. كما كتشوفوا فاحنا كنتواجدوا بأشهر مدارات بالمدينة اللي كاين في مدخل المدينة. فمدينة تيزنيت فهي مدينة صغيرة جدا، مدينة هادئة، مدينة اللي تتسم كونها من المدن المحافظة بطبيعة الحال، وأيضا من المدن المغربية اللي تطوف فيها مجموعة من يعني الأشياء، لكنها أيضا تفتقد أشياء كثيرة، وهذا الشيء اللي غادي نعرفه نحن وإياكم من خلال هذا البث المباشر. نناقشوا نحن وإياكم بطبيعة الحال يعني شنو كتشوفوا باقي خاص هذه المدينة. تيزنيت تعتبر كما سبق وقلت عاصمة الفضة بامتياز. كما كتشوفوا المدينة مدينة صغيرة جدا ومدينة هادئة كما كتتابعوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. ما كاينش واحد الحركة كبيرة بالمدينة، ف انتم كتشوفوا فايضا حتى الشوارع ديالها فهي شوارع صغيرة جدا، واش شوارع معدودة على رؤوس الأصابع. فتحية لكل التيزنيتيين، تحية أيضا لكل السوسيين أينما كانوا، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. كنحيوكم وكنحيو الناس اللي كيتابعونا من كل أقطار العالم، فتحية خاصة لكم متابعينا الأوفياء. انتما في هذا الصباح فغادي نقربكم من الاجواء العامه ونقربكم من كل صغيره وكبيره في المدينه. فتحيه للجميع، وكنتمنى بطبيعه الحال كنتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه ان شاء الله. يا رب تكونوا دائما في احسن الاحوال والحالات ان شاء الله يا رب. كما قلت مدينة صغيرة، مدينة هادئة، مدينة اللي لا زالت تصبو إلى أنها تكون في مصف المدن اللي كتشهد تنمية على مستوى مجموعة من المجالات. بطبيعة الحال فنتمنى لكاع تيزنيتيين صباح سعيد إن شاء الله يا رب. هذا الصباح كنتم كتشوفوا شوارع خالية تماما، يعني ما كاينش تلك الحركة الكبيرة مقارنة يعني بالمدن الكبرى. فانتم كتشوفوا يعني هذا شارع رئيسي من بين اشهر الشوارع بالمدينة، لكن الهدوء سيد الموقف في هذه المدينة الصغيرة.